هو تمام. اه اوكي. اول صفحه البيت. الله يبارك فيك. بتجسد شخصيه طبيب نفسي. ما اديتك الاطباء النفسيين تريننج ولا لا؟ انا مش عارف انتوا جبتوا الكلام ده منين. والله ده فكره المضطرب نفسيا ده صحفي ما عرفش يوصلني فكتب اي كلام. لا مش هقول لك كتير عن الشخصيه لانه ما اقدرش اكشف حاجات كتير عنها لانه هي فعلا تركيبه الشخصيه مهمه في الحكايه. يعني حدوته الشخصيه هي حدوته الحكايه. ف يعني طبعا شخصيه عندها ازمه لما ما فيش فيلم بيتكلم عن شخصيه سويه. ما شخصيه ما عندهاش ازمه بس مش لدرجه الاضطراب النفسي. عندها ازمتها, عندها الجرح بتاعها مبني على عالم بيتكلم عن, خلينا نقول انه لو بيتكلم الفيلم او نقول الجانر للفيلم فهي نظريه المؤامره, دراما نظريه المؤامره زي داون براون زي دافنشي كود. فده نوع من الافلام اعتقد انه اول مره احنا ما دخلناش على العالم ده, لاول مره بنعمل فيلم ده النوع ده. فكره الفيلم بيناقش قضيه الماسونيه ما بين مؤيد وما بين معارض. في ناس بتقول ان هو بيناقشها وفي ناس بتقول. بص هو ما بيتكلمش عن الماسونيه بالمفهوم, ما بيتكلمش عن الماسونيه, هو بيتكلم عن فكره المجموعات التجمعات اللي هي ممكن تحت مسمى انها بتدير العالم او بتحارب المجلس السري او كده. ده موضوع مطروح, يعني ده موضوع مطروح عالميا بيتكلموا عنه كتير. ما فيش حاجه تثبت عكسه او او او, أو تثبته, لكن في اعمال فنيه قامت على الفكره دي, في اعمال كتيره فنيه قامت على الموضوع ده منها الكاهن. يعني اختلاف الاجيال في الفيلم, يعني احنا في اياد نصار بنشوف دور طبعا الافيش يخض, يعني انت لما تشوف الاسماء اللي موجوده طبعا لا. وده جزء مهم في الفيلم, يعني هو ده التنوع الحقيقي داخل كل ممثل بصمه, يعني كل ممثل تاريخ وكله بيقوم دوره بمنتهى الاجتهاد والحرص. فده من الحاجات اللي انا حسيت انه دي كانت متعه كمان جوه الفيلم, لانه انت بخليك كممثل انت حريص كمان انك تقدم كل المجهود اللي عندك خوفا على مجهود اللي مقدمه اللي قدامك. فدي اعتقد دي خبره, يعني من الممثلين المحظوظين انه بتحصل لهم انه يكون مع الكوكبه دي من الممثلين, انك انت بتشتغل معاهم وتشوفهم بيفكروا ازاي بيفكر في شخصيته, ازاي بيقدم شخصيته, ازاي بيتعامل مع الكاركتر, ازاي بيتعامل مع النص, ازاي بيتعامل في اللوكيشن. دي خبره كلها الممثل المحظوظ اللي بيحتك مع الجيل ده. اتكلمنا عن تجربه لام شمسيه واخر التقديرات الخاصه بالتجربه. لام شمسيه ان شاء الله يعني مسلسل رمضان هيكون 2022 ميديا هاب واخراج كريم الشناوي, منى زكي, احمد رزق, سعد يونس, اسماء جلال, علي قاسم, كل يعني في اسماء مهمه جدا في المسلسل. ومسلسل برضو اجتماعي وبيناقش قضايا مهمه جدا. واصحاب ولا عاد في قانون العمل ان شاء الله مع مريم ابو عوف. اي حاجه مهمه يعني طالما بيستمتع المشاهد وبنقدم له ماده سواء ب 30 حلقه 5 حلقات 8 حلقات, المهم تكون ماده حقيقيه. اصحاب ولا عاد ايه؟ اصحاب ولا عاد خليها لوقت. خليها بس منى قالت كلام كويس قوي على وقت عشان طب تقول ايه لمنى؟ طيب لا منى مش محتاجه اقول لها. طب عايزين هي